اهلا بيكم يا باشمهندسين في حلقه جديده من حلقات الابلايد ماس وفرع السوليد. الدرس الاولاني ذا ستريت لاينز اند ذا بلينز ان ذا سبيس. بنحل مع بعض 40 ام سي كيو يلموا الدرس ومش بيخرج عنهم اسئله الامتحان. اول سؤال معانا بيقول number of straight lines that are passing through a given point is what. لو انا معايا point بالمنظر دوت اقدر ارسم كام لاين يعدي عليها. تعالى كده نشوف، نقدر نرسم واحد كده واحد كده واحد كده، نقدر نرسم، ها قول برافو، infinite number of a of straight lines. يبقى نختار letter D. number 2 بيقول number of straight lines that are passing through two given points. لو انت معاك two given points تقدر تعدي عليهم كام straight line. طالما هما two points ما اقدرش اعدي عليهم غير one line only. اي two points ما يعديش عليهم غير straight line واحد فقط لا غير. يعني نختار مع بعض letter A. number 3 بيقولي number of planes that are passing through two given points is. لو انا معايا two points او one straight line الاثنين حاجة واحدة، اقدر ارسم كام plane يعدي عليهم. نقدر نرسم ادي plane شايف بالمنظر ده كده، واقدر ارسم plane تاني كده، واقدر ارسم plane تالت كده، واقدر ارسم plane رابع كده. انا اقدر ارسم ملايين من planes. يبقى an infinite number of planes اللي هي letter D. 4 بيقولي number of planes that are passing through 3 non-collinear points is what. لو انا معايا 3 non-collinear points اقدر ارسم كام plane عليهم او contain them او يحتويهم. اقدر ارسم just one plane. يعني نختار مع بعض letter A. 5 بيقولي number of planes that are passing through 3 collinear points is what. لو انا معايا 3 collinear points يعني انا كده هوت معايا 1 straight line. يبقى كده هوت ال 3 collinear points يعملوا 1 straight line. من شوية كنا بنقول ال 2 collinear points او 3 collinear points او ال 1 straight line اقدر اعدي عليهم كام plane. قلنا infinite number of planes يعني نختار letter D. 7 بيقول all of the following cases determine a plane except. مرة تانية two intersecting straight lines لسه قايلين ان دي صح، two different parallel straight lines برضو قلنا ان دي صح، a straight line and a point belong to it straight line ونقطة عليه. هل ده يحدد plane واحد؟ ده احنا لسه كنا بنقول ان ال straight line او ان ال two points او ان 3 collinear points دول يعبروا عن infinite number of planes. يبقى ده ما بيعبرش عن plane واحد، يبقى اكيد هي دي الجملة اللي غلط. يبقى نختار مع بعض letter C. 8 بيقول number of planes are passing through two different parallel straight lines. لو احنا عندنا two different parallel straight lines نقدر نعدي عليهم كام plane. حبيبي دي حالة من حالات الديتيرمين A plane. A plane يعني one plane. يبقى ما بين التو parallel lines احنا نقدر نقول ان في plane واحد فقط موجود. يبقى نختار مع بعض letter A. number 9 بيقول two school straight lines are two straight lines which are not intersecting, not perpendicular, not parallel, not intersecting and not parallel. طبعا not intersecting بس غلط، لان ممكن كده لو انا قلت not intersecting يبقى انا بقول ان هما parallel، فبالحاله ديت دول مش سكيو، مش شرط يعني. ال not perpendicular طب ما هو ممكن يكونوا ايه parallel يبقى برضه مش سكيو. طيب not parallel طب ما ممكن يكونوا intersecting. لازم ادمج الشرطين دول مع بعض ان هما ما يكونوش ولا parallel ولا intersecting علشان يبقوا موجودين في different planes. يعني نختار مع بعض letter D. number 10 بيقول لي the two straight lines are square if they are not parallel مش enough، not intersecting مش enough، not coincident مش enough، لان coincident
ممكن يكونوا ايه؟ بارل، ممكن يكونوا انترسكتنج، تمام؟ لكن الشرط الاساسي اللي انا اضمن ان هم يكونوا سكو ان هم يكونوا موجودين في بلينز مختلفه، يعني not contained in the same plane. يعني نختار مع بعض letter D. Number 11 بيقول لي if the straight line L parallel to the plane X. عندي straight line بالمنظر دوت، ماشي، وparallel لplane بالمنظر دوت. طبعا كأن دي الأرض وكأن دي حاجة موجودة في السقف من فوق. And A belong to X. في point اسمها A موجودة على البلين اللي اسمه A X، واللاين ده كده اسمه ايه؟ اسمه L. طيب ايه الانترسكشن ما بين اللاين والبلين؟ حبيبي احنا بنقول ان اللاين بارل للبلين، يعني ما فيش انترسكشن، يعني الانترسكشن ما بينهم يساوي ايه؟ فاي. يبقى نختار مع بعض letter A. 12 بيقول لي if a straight line L subset من البلين X، يعني انا عندي بلين وليكن مثلا نقول ان هو السقف مثلا، ورحت حطيت عليه ستريت لاين او حطيت عليه لمبه مثلا نيون، تمام، ادي ال L وادي البلين اللي اسمه اكس. وايه بيلونج تو اكس؟ ممكن تبقى على اللاين وممكن تبقى بعيده، ما قالش، فهنحط ايه؟ طالما هو ما قالش نحطها بعيد. طيب ايه الانترسكشن ما بين اللاين والبلين؟ طالما اللاين contained completely على البلين، طالما اللاين كله بالكامل يقع على البلين، يبقى الانترسكشن ما بين اللاين والبلين هو الحاجة الأصغر اللي هو اللاين، يعني نختار مع بعض letter B. 13 بيقول if the two straight lines L1 and L2 are skew then L1 intersect L2. طالما هما skew يبقى هما موجودين في two different planes، وهما ولا parallel ولا intersected. في الحالة ديت يعني الانترسكشن ما بينهم هيبقى مش موجود اللي هو فاي، يعني نختار مع بعض letter A. 14 بيقول the two not parallel planes are intersecting in. لو انا معايا two not parallel يعني في حتتين ها بيتقطعوا، يعني ممكن بمنتهى البساطة كده هوت نعمل two planes. هرسم البلين الاولاني، دي الحيطة الاولانية او الارض مثلا اي حاجة، تمام، واروح عامل بلين تاني جنبها بالمنظر ده، وليكن الارض وحيطة جانبية بالمنظر ده كده، اوكي، حتى لو مش مظبوطة قوي، فيبقى بيتقطعوا في ايه؟ بيتقطعوا في خط. يعني خط؟ يعني straight line. يبقى الانترسكشن ما بين two not parallel planes هيكون straight line، يعني نختار مع بعض letter B. 15 بيقول لي كده if X and Y are two planes where X intersect Y equals phi، يعني كده ما فيش intersection ما بينهم، then X و Y طالما ما فيش intersection يبقى هما مش intersected ومش contained، يبقى هما two parallel planes. طالما ما فيش تقاطع ما بينهم يبقى هما زي الأرض والسقف، زي الحيطه اللي على اليمين والحيطه اللي على الشمال. ففي الحاله ديت اقول ان التو بلينز دولت ار ايه؟ ار بارل، وتختار ليتر بي. 16 بنقول ذا تو بلينز ار كوينسيدنت اف ذي هاف هاو ميني بوينتس ان كومن، اونلي 1 بوينت، 2 بوينتس، 3 كولينير بوينتس، او 3 نون كولينير بوينتس. انا عايزك تتعامل مع التو بوينتس نفس التعامل مع ال 3 كولينير بوينتس. اصل ال 2 بوينتس يعني يعملوا ستريت لاين واحد، وال 3 كولينير بوينتس يعملوا ستريت لاين واحد. فهو طالما ال 2 بلينز كوينسيدنت يعني متطابقين يعني فوق بعض، يبقى بيتقطعوا في اكتر من خط، يعني بيتقطعوا في اكتر من نقطه ونقطتين، اللي هو ايه؟ 3 نون كولينير بوينتس، اللي هي letter D. 17 بيقول لي if a straight line and a plane have two points in common then the straight line parallel to the plane ولا intersect the plane in one and only one point lies completely inside the plane intersect the plane in only two points. طالما الستريت لاين مشترك مع البلين في اكتر من بوينت،
يبقى اللاين ده كله يقع بالكمال والتمام على البلين. نقول تاني، طالما في ستريت لاين اشترك مع البلين في اكتر من بوينت، الستريت لاين بيتقطع مع البلين في بوينت واحده، اشترك مع البلين في اكتر من بوينت واحده، يبقى اللاين ده موجود كله على البلين، يعني lies completely inside the plane اللي هي letter C. 18. If A, B and C are three points determine a plane, then AB equal BC equal AC, AB plus BC equals AC, AB plus BC greater than AC, AB plus BC smaller than AC. حبيب قلبي طالما في 3 points هيعملوا بلين، يبقى احنا بنتكلم على اصغر حاجه اللي هي على الاقل شكلها هتبقى ايه؟ ترانجل. وطالما هو بيعمل ترانجل يبقى لازم يحقق الانيكواليتي بتاعت الترانجل. طب كانت بتقول ايه الانيكواليتي بتاعت الترانجل؟ ان السم اوف اني تو سايدز ماست بي جريتر ذان ذا ثيرد سايد، ان مجموع اي سايدين لازم يكون اكبر من الثالث. وده موجود فين؟ موجود في ليتر سي. ممكن يبقوا متساويين وجنب بعض، ممكن يبقى في سايدين بلس بعض بيساوي تاب بس برضه كولينير، وده ما يعملش ايه؟ لاين. لكن لازم علشان يبقى لاين على الاقل يبقى شكله على الاقل ترانجل، وعشان يبقى ترانجل يحقق ان السم اوف اي بي بلس بي سي ماست بي جريتر ذا ثيرد سايد اللي هو اي سي. يبقى كده نختار مع بعض ليتر سي. 19. All different vertical straight lines in the space. لو انا عملت many parallel vertical lines في positions مختلفة، بص كده شايف انا هملى الصفحة بيهم كلهم اهو، ها الخطوط دي كلها طالما هم vertical اقدر اقول عليهم ان هم ايه؟ ان هم parallel. يبقى معنى كده هوت جميع ال vertical lines في ال space هيكونوا parallel، يعني نختار مع بعض letter A. 20. بنقول the relative position of two straight lines in one plane could be each of the following except. عشان ارسم خطين جوه بلين واحد ينفع يكونوا كل دول ما عدا حاجه واحده، ينفع يكونوا بارل اه طبعا، ينفع يكونوا intersecting اكيد، ينفع يكونوا coincident مفيش مشكله، لكن ما ينفعش يكونوا سكو علشان التو سكو لاينز دول بيكونوا موجودين في بلينز مختلفه. يعني نختار مع بعض letter C. Number 21 بيقول if X, Y and Z are planes in the space where plane X intersect Y intersect Z at A، يعني دولت 3 intersecting planes بيتقطعوا في 1 point، وكأننا بنرسم أوضة بالظبط تحت الأرض وعلى شمالنا الحيطة اللي على الشمال وقدامنا الحيطة الأمامية، التلاتة مع بعض بيتقطعوا في بوينت اسمها ايه؟ اسمها A. خلاص؟ طيب X intersect Y وليكن مثلا ان ده X وده مثلا البلين اللي اسمه Y، بيتقطعوا مع بعض في ستريت لاين اسمه L، يبقى هو ده الستريت لاين اللي اسمه L لان ده البلين اللي اسمه X وده البلين اللي اسمه Y. طيب then which of the following is not true، يعني مين في دول جملة غلط؟ خلي بالك هنا برضو ده هنقول ان ده زد. خلاص طيب هل A belong to L؟ اه طبعا، ادي point A اللي هي نقطة التقاطع اللي هي ديت وهي موجودة على straight line L، ماشي بس هو عايز الغلط. هل L intersect Z في ايه؟ اه برضو، ما هما التلاتة planes بيتقطعوا في ايه؟ تمام؟ والستريت لاين ال ملوش ولا بدايه ولا نهايه، يبقى اه طبعا ال هيتقاطع برضو مع البلين زد في بوينت مين؟ في بوينت A. طيب ليتر دي هل A belong to Z؟ ما هو يا ابني ما هي ايه موجوده في التلات؟ A belong to X، A belong to Y، A belong to Z. طيب فاضل مين؟ فاضل C اللي انت سايبها اللي هي هل ال parallel Z؟ لا طبعا، ال انترسكت زد في بوينت A، يبقى الجمله سي جمله غلط، ال مش بارل زد يا اولاد، يبقى هو عايز مين غلط؟ يبقى نختار ليتر سي. 22 بيقول if M is a point outside the plane that contains the three points A و B و C، يعني معنى كده انا معايا بلين
في 3 بوينتس A و B و C و M دي بوينت بره. طيب M بوينت بره هو عايز بقى ال MA اللاين اللي اسمه MA اللاين اللي بيوصل ما بين M و A هل lies completely inside the plane؟ اكيد letter A دي غلط، لان طالما M بره يبقى اللاين اللي اسمه MA دوت ها برضو هيبقى ايه بره، بس بيلمس البلين فين؟ في بوينت. فبالتالي هو بيكت او بينترسكت ذا بلين ات ا بوينت اللي هي ليتر بي. 23 بيقول لي اف ا ستريت لاين اي بي سبست من البلين اكس، يعني كده اي بي كله يقع على البلين اكس، وسي دي بارل للبلين اكس، وفي لاين تاني بارل للبلين اكس. بص معايا، احنا عندنا بلين، هنعمل اي بلين كده اهوت بالمنظر ده كده خلاص، ونحط عليه ايه، نحط عليه لاين اسمه اي بي باي بوزيشن كده خلاص، نسميه اي ونسميه بي. بعد كده في لاين تاني اسمه سي دي بارل للبلين اكس، نعمل لاين كده باي بوزيشن بارل لمين؟ للبلين اكس. طيب هل السي دي والاي بي دول بارل؟ ميبي سكيو اونلي، ميبي برضو ممكن يبقى ده في بلين وده في بلين والخطين مش بارل، يبقى احتمال يبقوا في بلينز مختلفين وبارل ماشيين زي بعض كده اهوت، وممكن يبقى واحد طالع واحد نازل فيكونوا سكيو، ده احتمال وده احتمال. الاكيد هما مش انترسكتنج، بس هي مشكله في كلمه اونلي، يعني هل هما بارل اونلي؟ لا، ما ممكن يبقى مش بارل، ممكن يبقوا سكيو، ممكن سكيو اونلي، لا ممكن يبقوا بارل مش سكيو. يبقى نختار مين؟ ان هما احتمال يبقوا بارل او يكونوا ايه سكيو اللي هي ليتر سي. 24 بيقول لي X and Y are two parallel planes. Straight line L1 subset من X، straight line L2 subset من Y. يعني احنا كده عندنا two planes، الأرض والسقف مثلا، وعلى الأرض في line وعلى السقف في ايه؟ line اسمه L2. Then which of the following cannot be happen؟ مش هيحصل أبدا. أول احتمال، هل L1 parallel L2؟ ممكن الخط اللي نرسمه في الارض يكون parallel للخط اللي نرسمه في السقف، ممكن. L1 and L2 are skew، ممكن احط L1 بالطول واحط L2 بالعرض فيبقى مش parallel، وفي نفس الوقت هما مش intersecting، وفي نفس الوقت هما موجودين في planes مختلفة، تمام؟ فاه طبعا ممكن يبقى في احتمال ان هما يكونوا ايه skew. طب later C بيقول لي L1 اللي هو موجود على الاكس parallel للواي اكيد، وال2 اللي هو موجود على الواي بارل الاكس اكيد، اه فده ممكن يحصل، ايه ليه لا يعني. طيب ليتر دي، هل ال1 وال2 ممكن يكونوا انترسكتنج؟ ده ميشن امبوسيبل، مستحيل، لان اصلا البلينز بارل السقف والارض، فازاي ترسم خط على السقف وخط على الارض ويتقطعوا مع بعض؟ ده مستحيل خالص خالص. يبقى نختار مع بعض ليتر دي. 25 سؤال من الاسئله المشهوره اللي بتتكرر كتير في الامتحانات، بيقول لي كده the least number of planes that determine a solid is، في كام بلين اقدر ارسم بيهم اصغر سوليد، اصغر مجسم. اصغر مجسم هو التريانجولار بيراميد. لو بصيت معايا كده على البيراميد اللي احنا راسمينه هتلاقي ان في فيس على الشمال عملته باللون الازرق، وفي فيس في الظهر في الخلفيه كده ما بيتشافش عملته باللون الاسود، وفي بلين تاني على الجنب الشمال عملته باللون الاخضر، ده غير الارض بتاعة البيراميد. فكده هوت في تلاتة لاترال والبيز يعني اربعة، يبقى smallest solid نقدر نرسمه هو triangular pyramid، وده بيتكون من four planes، يعني نختار على طول letter D. 26 بيقول A B C D A dash B dash C dash D dash is equipoint. How many straight lines carry edge from the edges of the cuboid and Q to A B؟ تعال نرسم cuboid علشان نشوف ال A B فين، ونشوف في كام لاين ممكن يكون سكو مع ال A B. ادي الكيوبويد اللي هو بيقول لك عليه، وادي اللاين اللي اسمه A B. تعالى كده هوت، علشان نعرف مين سكو مع الاي بي لازم نبقى فاهمين ان هو ما ينفعش يكون انترسكتنج وما ينفعش يكون بارل. فتعالى كده نستبعد اي خط بيقطع الاي بي، يعني هنستبعد الاي دي وهنستبعد البي سي، تمام،
والاي اي داش برضو انترسكت الاي بي، والبي بي داش انترسكت الاي بي. تعالى كمان نكنسل اي خط بارل للاي بي، يعني هنستبعد السي دي لانه بارل للاي بي، وهنستبعد الاي داش بي داش، وهنستبعد السي داش دي داش. تعالى بقى نشوف اتفضل مين نقدر نقول عليه ان هو سكو، يعني موجود في ديفرنت بلين وهو ولا انترسكت ولا بارل للاي بي. ممكن نقول على الاي داش دي داش ان هو سكو، ممكن نقول على البي داش سي داش ان هو سكو، ممكن نقول دي داش دي، وممكن نقول سي سي داش برضو ان هو كده سكو. دول كام لاين؟ دول 4 لاينز. يبقى اقدر ارسم 4 لاين او 4 لاينز سكو مع الاي بي، يبقى اكيد اخترنا لتر دي. 27 بيقول لي which of the following statements is not true، مين في دول غلط؟ ها؟ For any two points in the space there is only one plane is passing through them. لأي two points موجودين في السبيس يعدي عليهم واحد بلين بس؟ يا راجل ده احنا كنا بنقول infinite number of planes، يبقى أكيد هي أول واحدة هي اللي غلط. طب احنا بنذاكر أو بنشرح مع بعض، تعال نشوف الباقيين صح ليه. Letter B بيقول لي any three non-collinear points in the space determine a plane. اه طبعا اي ثلاث نقط مش على نفس اللاين يعملوا plane، فدي جمله صح. The vertices of a triangle determine a plane، ما هم دول three non-collinear points، يبقى برضه دي زي اللي قبلها. D بيقول لي for each two intersecting straight lines there is only one plane contains them. اه طبعا اي خطين intersecting بيعملوا ايه؟ plane بيحتويهم، فبرضه دي جمله ايه؟ جمله صح. الجمله الوحيده الغلط ان احنا التو بوينتس يعدي عليهم ملايين انفينيت نمبر اوف اي بلينز، يبقى اخترنا مع بعض لتر اي. 28 بيقول لي which of the following statements is not true، مين في دول غلط؟ any two different parallel straight lines determine a plane. لا دي صح، اي خطين بارل بيكونوا بلين، فيبقى الجمله دي جمله صحيحه. For any two different intersecting straight lines there is only one point in a common، اي تو لاينز بيحصل لهم انترسكت بيتقطعوا في نقطه واحده، اه برضه دي جمله صح. طيب ليتر سي، ذا تو سكو ستريت لاينز كان نوت بي كونتين ان ذا سيم بلين، اكيد طبعا الخطين سكو بيكونوا موجودين في بلينز مختلف. طب ليتر دي، فور اني 3 نون كولينير بوينتس ذير از وان بلين باسنج ثرو ذم ات ليست، المفروض تقولي دي كمان صح. ايه ده كلهم صح؟ خلي بالك في مقلب، في مقلب صغير في كلمة، في كلمة بوظت المعنى. اقرأ معايا كده الليتر دي باحترافية. For any three non-collinear points there is one plane passing through them at least. يعني ايه at least؟ يعني على الأقل، يعني أي ثلاث نقط مش على نفس الخط يعدي عليهم ممكن بلين واتنين وتلاتة وعشرة، أصل at least يعني على الأقل، يعني ممكن يعدي أكتر من كده. لا طبعا ده impossible. طالما هم 3 نون كولينير بوينتس ما يعديش عليهم غير 1 اند اونلي 1، ما تقوليش ات ليست، دي ات ليست دي خلت الجمله غلط. فيبقى لو انت كنت قلت لي 1 اند اونلي 1 كنت اخترتها، لكن انت قلت لي واحد على الاقل، يعني انت بتفترض ان ممكن يعدي عليها اكتر من كده وده مستحيل، فعشان كده احنا اخترنا مع بعض ليتر دي. 29 بقول لك كده which of the following statements is not true، مين في دول غلط؟ where L1 and L2 are two straight lines و X و Y are two planes. بيقول لي if L1 intersect L2 equals 5، لو مفيش intersection ما بين ال two straight lines فده معناه ان maybe ال two lines يكونوا parallel او سكو، فدي كده جملة صحيحة. خلي بالك هو بيدور على الجملة الغلط. طيب بيقول لي كده لو L1 intersect X equals 5، لو L1 ما بيحصلوش انترسكشن مع البلين اللي اسمه ايه؟ اسمه اكس، يبقى دول بارل ممكن. اه طالما ممكن ده في بلين وده في بلين، يبقى الخط اللي فوق اللمبه اللي في السقف بارل للحيطه، مهما كان وضعيه اللمبه اللي في السقف شكلها ايه هتبقى بارل لمين؟ بارل للارض. طيب L2 انترسكت اكس في L2، طالما اللاين اتقاطع مع البلين في لاين، يبقى اللاين ده كومبليتلي موجود على البلين، فاقدر اقول ان اللاين سبست من البلين؟ اه طبعا،
برضو صح. طيب تعال نبص على ليتر دي لان هي دي اللي فاضله. ال2 سبست من الواي، يعني ال2 يقع بالكمال والتمام على واي. طب يبقى الانترسكشن ما بينهم فاي؟ لا يا عم، ده الانترسكشن ما بينهم اللاين بالكامل. يعني انت كده بتجاوب غلط، الانترسكشن ما بينهم ال2، يبقى الجمله الغلط هي ليتر دي. 30 بيقول لي using the opposite figure which of the following statements is not true. مين في دول جملة غلط؟ ال subset من الاكس، اه طبعا ال موجود كله بالكامل على اكس. طيب a belong to ال، اه ال نقطة من نقط الستريت لاين اسمه ال، but a doesn't belong لاكس. ازاي يا عم؟ اما احنا لسه قايلين ان اللاين كله يقع بالكامل على الاكس، يبقى اي نقطة عليه تقع في الاكس، يبقى الجملة دي هي الجملة الغلط، يبقى اكيد هنختار ليتر بي. 31 in the opposite figure the plane ABD والplane MCD. MCD اللي هو انا بعمله لك بالازرق دوت، وABD اللي هو ممكن نوصله بس الاول كده اهوت، تمام، اللي هو ده اللي هو الارض يعني. ما خلي بالك البلين ممكن يكبر برضه، فالاي بي دي هو هو الاي بي سي دي يعني. طيب بيحصل لهم انترسكشن فين؟ بيحصل لهم انترسكشن، ها قول، برافو، في اللاين بانستر، في اللاين اللي اسمه سي دي، يعني هنختار مع بعض ليتر بي. حبيب قلبي البلين نوت ليميتد، البلين مش زي ما انت شايفه في الرسمه، لا ده اكستند، ده بيتمدد لقدام والورا ويمين وشمال، بيبقى ملوش بدايه وملوش نهايه. فلما قال لك اي بي دي انا مديته وخليته هو هو اي بي سي دي، ولو كنت احتاج امده اكتر من كده كنت مده براحتك. يبقى كده هوت الشاطرين اختاروا ليتر بي. 32 ذا بلين اي اي داش بي داش، A A داش B داش اللي هو البلين دوت اللي هو ممكن يحصل له اكستند، يبقى الجنب اللي على اليمين بالكامل. طيب انترسكت ذا بلين A داش C C داش، A داش اللي هو دوت، C داش C اللي هو دوت. ركز بقى معايا، اوكي، البلين ده مع البلين دوت بيحصل لهم انترسكت في A A داش ولا في بي بي داش؟ بص كده اوصلهم لك كده، اي اي داش دوت ولا بي بي داش اللي هو دوت ولا سي سي داش ولا اي داش سي. طبعا لو انت فاهم ان البلين بيحصل له اكستند فده هيكبر. بص كده البلين الازرق ده عماله بيعمل ايه؟ بيكبر كده بيكبر كده بيكبر كده. فحصل له ايه؟ حصل له انترسكت مع البلين الاحمر في مين؟ في اي اي داش. يبقى الشاطرين اختاروا مع بعض ليتر اي. 33 بيقول لي ذا بلين اكس اللي هو على اليمين والبلين واي اللي هو على الشمال بيحصل لهم انترسكتنج فين؟ بيحصل لهم انترسكتنج في الستريت لاين دوت. يعني ممكن نقول بيحصل لهم انترسكتنج في الستريت لاين ال، يعني نختار مع بعض ليتر سي. 34 first بيقول لي in the opposite figure ال، ايه علاقة ال بالاكس؟ خد بالك اللاين والبلين هتبقى علاقات سبست ونوت سبست، البوينت والبلين او البوينت والستريت لاين هتبقى علاقات بلونج ونوت بلونج، تمام؟ البلين والبلين واللاين واللاين هتبقى برضو علاقة سبست ونوت سبست. طب هنا بيسأل على لاين وبلين، يبقى انا بفكر يا سبست يا نوت سبست. امتى اختار سبست؟ لو اللاين ده بالكامل يقع جوه البلين اكس، اه يقع بالكامل، يبقى هنختار ليتر سي. طب في سكند بيتكلم على البوينت اي والبلين اكس، بوينت وبلين، يبقى انا بفكر في بلونج ونوت بلونج. اه يا مستر البوينت دي موجوده جوه البلين اكس، يبقى هختار اي اللي هي بلونج تو. في ثيرد بيتكلم على علاقه البوينت سي بالبلين واي، بوينت يبقى بفكر يا في بلونج يا نوت بلونج. السي دي موجوده في البلين اكس مش موجوده في البلين واي، يبقى doesn't belong. في فورس بيقول لي البي سي ستريت لاينز والواي، طالما لاين وبلين يبقى بفكر في سبست ونوت سبست. لو خدت بالك من الرسمه هتلاقي ان البي سي مرسوم على البلين اكس، والبلين اكس لما يحصل له اكستند مش هيخش في البلين واي، وما بيتقطعش مع البلين واي غير في اللاين اللي اسمه ال او في اللاين اللي اسمه اي بي.
فبالتالي البي سي ما بيقعش جوه مين؟ جوه واي، يبقى doesn't subset. يعني نختار مع بعض letter D. 35 بيقول لي in the opposite figure first the plane AB بداش A داش اللي هو على اليمين، والبلين اللي اسمه BC C داش B داش اللي هو على الشمال، بيحصل لهم intersecting في مين؟ في B B داش straight line. ولو ما خدتش بالك من الرسمة دور على الحروف اللي موجودة في الاتنين، هو دوت هيكون الانترسكشن. في سكند بيتكلم على البلين اي بي سي اللي هو الارض اللي تحت دوت، والاي داش بي داش سي داش، طبعا دول بارل يا شباب، وطالما بارل يبقى الانترسكشن ما بينهم عباره عن ايه؟ فاي، يعني نختار لتر بي. في ثيرد بيسال على اللاين اللي اسمه اي سي وعلى اللاين اللي اسمه اي داش سي داش، طبعا دول تو بارل لاينز، يبقى الانترسكشن ما بينهم مش موجود، فاي. يا نهار ابيض، مفيش فاي في الاختيارات. طيب طالما مفيش فاي في الاختيارات يبقى اكيد في واحده تدينا فاي، اكيد مش A واكيد مش C داش واكيد مش AC. تعال نشوف هي ديت، لو الانترسكشن ما بين دول يدينا فاي يبقى نختارها. فين ال A A داش؟ ال A A داش اللي هو اللاين دوت، تمام زي الفل. وفين ال B B داش اللي هو اللاين دوت؟ دول كمان تو بارل لاينز، يبقى الانترسكشن ما بينهم فاي، يعني نختار مع بعض لتر سي. فورس بيسال على البي بي داش اللي هو الستريت لاين دوت اللي بالازرق، والبلين اللي اسمه اي بي سي اللي هو البلين اللي في الارض. خلي بالك الخط اللي بالازرق ده واقف فيرتيكالي، والاي بي سي دي الارضيه بتاعتك، دي هوريزونتالي، ما بيحصلهمش انترسكشن غير في بوينت واحده اللي هي مين؟ اللي هي بوينت بي. يعني معنى كده نختار لتر سي. سؤال نمبر 36 بيقول لي البلين ام اي بي اللي هو على اليمين دوت، والبلين اللي اسمه ام بي سي اللي هو على الشمال دوت، بيتقطعوا فين؟ بيتقطعوا في اللاين اللي اسمه ام بي، يعني نختار مع بعض لتر بي. سكند بيسال على الانترسكشن ما بين الام بي سي اللي هو على الشمال والبلين اللي في الارض اللي اسمه A B C، طبعا بيحصل لهم intersection في اللاين دوت، او دور عليهم في الحروف المتكررة واختار B C اللي هو letter D. في third بيسأل على intersection ما بين ال M B straight line وال A B C اللي هو الارض، برضو vertical line والارضية، يبقى بيتقطعوا في point B اللي هي letter C. فورس بيسأل على الانترسكشن ما بين البلين MAB و MBC و MAC، التلات جوانب، تلات جوانب بيتقطعوا فين؟ بيتقطعوا في راس الفانوس، راس البيراميد اللي هي بوينت M، يعني نختار لتر D. 37 first بيقول لي if A doesn't belong للبلين اللي اسمه BCD الأرض، then البلين X اللي هو على اليمين والبلين Y اللي على الشمال بيحصل لهم intersection فين؟ برافو يا ابني اللي اخترت AC، برافو يا باشمهندس، يعني اكيد اخترت letter A. في second بيسأل على intersection ما بين البلين X اللي على اليمين والبلين Z اللي هو في الارض، بيقول لك intersect فين؟ اكيد الباشمهندسة الجميلة والباشمهندس الشاطر اختاروا بي سي اللي هي لتر بي. في ثيرد بيسأل على الانترسكشن ما بين البلين واي اللي على الشمال والبلين زد اللي في الارض، طبعا بيحصل لهم انترسكشن في السي دي، يعني الباشمهندسين الحلوين اختاروا لتر سي. في فورس بيسأل على الستريت لاين اللي هو اسمه اي بي والبلين اكس اللي هو اصلا فيه الاي بي، طالما الاي بي موجود على الاكس كومبليتلي يبقى بيحصل لهم انترسكشن في الستريت لاين اللي اسمه اي بي، يعني الشاطرين اختاروا لتر اي. في فيفس بيقول انجل بي سي دي اللي هو في الارض، هنا الانجل اللي في الارض دي ب 90 ديجريز، والبي سي ب 3 سنتيمتر والسي دي ب 4 سنتيمتر، بيسأل على البي دي. طبعا احنا حافظين من بايثاغورس 3 4 5، ولو انت مش حافظها اعمل 3 باور 2
بلس 4 باور 2 تحت الروت هتديك 5 سنتيمتر، يعني هنختار مع بعض لتر B. 38 بيقول in the opposite figure XY two intersecting planes at straight line L، بيتقطعوا في L. A موجودة على ال L و B دي point موجودة على ال plane X لكن مش موجودة على ال plane Y، و C موجودة على ال plane Y لكن مش موجودة على ال plane X. فال plane X intersect ال plane لو أنا وصلت كده A B C، خد بالك هو مين في الثلاثة موجودين على البلين اكس؟ السي مش موجودة، هو قايل ان السي مش موجودة، يبقى معنى كده هما مش بيتقطعوا غير فين؟ في الاي بي بس ستريت لاين، يعني نختار لتر A. في سكن بيسأل على الانترسكشن ما بين البلين واي وبردك البلين اللي اسمه اي بي سي. خلي بالك البلين واي موجود عليه الاي سي لكن البي نقطة مش عليه، هو قال لك ان البي doesn't belong to mean to y، يبقى هو بيحصل له intersection مع ال AC، يعني نختار مع بعض letter D. في third بيسأل على intersection ما بين x اللي على الشمال والبلين y اللي على اليمين. طبعا لو كان بيسأل على x و y بس كنت قلت ان هم بيحصل لهم intersection في L، لكن قال لك كمان intersect ال ABC، وكأنه بيقول لك هو ال L intersect ال ABC بيتقطعوا في أنهي نقطة؟ ما أنا بعمل لك عليها أهو، بتقلها لك، برافو، بوينت A، يعني نختار مع بعض letter C. 39 بيقول لي in the opposite figure first ABCD اللي هي الأرض parallel أنهي plane؟ parallel plane اللي هو السقف، أو أي plane subset منه، أي جزء subset منه. يبقى أنا عايز أختار ما بين ال A داش وال B داش وال C داش وال D داش، يبقى نختار مين؟ برافو، نختار letter B اللي هي A داش B داش D داش. في second بيقول لي البلين اللي هو B C B داش C داش اللي هو في وشنا على طول دوت، بقى لأنهي بلين اللي هو في الظهر اللي هو مين؟ A D D داش A داش أو أي ثلاث حروف منه، ممكن نختار letter D اللي هي فيها A A داش D. في ثيرد بيقول لي البلين A B B داش A داش اللي هو على اليمين، والبلين اللي هو اسمه A B C D اللي هو في الأرض، انترسكت فين؟ دور على الحروف المشتركة، أو بص على الرسم دور على الخط المشترك، هيبقى A B. بس يا مستر خد بالك A B موجودة في B و A B موجودة في C و A B موجودة في D، نختار مين؟ طبعا مش هنختار نقطتين بس، يبقى بي غلط لان هو بيتقطع في اكتر من نقطتين، ولا لاين سيجمنت لان البلينز اكستند واللاين اكستند، فبالتالي نختار الستريت لاين اللي هو لتر دي. فورس بيسال على البلين اي بي بي داش اي داش اللي هو على اليمين، والبلين اللي اسمه سي دي سي داش دي داش اللي هو على الشمال. طبعا دول تو بارل بلينز يبقى ما فيش ما بينهم انترسكشن، يبقى نختار فاي لتر سي. فيفس بيسأل على البلين دي سي سي داش دي داش اللي هو على الشمال، والبلين اي بي سي دي اللي هو في الارض، والبلين اللي هو اي داش دي دي داش اي داش اللي هو الظهر دوت. طبعا دول 3 بلينز هتلاقيهم بيتقابلوا في نقطة واحدة اللي هي النقطة المشتركة. لو ما خدتش بالك دور على الحاجة المشتركة هتلاقي ان هي point D، يعني هنختار مع بعض letter D. number 40 بيقول A B B داش A داش و B B داش C داش C و A C C داش A داش are three congruent rectangles. Each pair are intersecting. D is the midpoint of C, C dash, where AB 10 سنتيمتر، فبالتالي يبقى ال BB dash ب 10 سنتيمتر، يبقى بالتالي ال CC dash ب 10 سنتيمتر، وال AB ب 5 سنتيمتر، ففي الحالة ديت برضو ال A dash B dash ب 5 وال B dash C dash ب 5 وهكذا. طيب أول سؤال بيسأل على ال intersection ما بين ال plane A D A داش A D A داش اللي هو دوت، intersect البلين اللي هو اسمه B
دي بي داش اللي هو دوت، ها بيحصل لهم انترسكت فين؟ يا ترى في السي سي داش ولا البي بي داش ولا بوينت دي ولا الاي داش سي داش؟ لو انت خدت بالك وخدت بالك ان البلين بيحصل له اكستند، يعني ما بيقفش عند حاله كده هوت، فانت هتبقى عارف ان هما الاثنين بيتمددوا، ها ده هتلاقيه بيكبر كده هوت، خد ده كله تمام، وده كمان ابتدى يكبر كده فخد ده كله، فتلاقيهم كلهم بيتقطعوا فين؟ في السي سي داش. يعني نختار مع بعض لتر A. في السكند بيسأل على البلين A دي B اللي هو A دي B اللي هو البلين دوت تمام، والبلين الثاني اللي اسمه A B C اللي هو دوت. اعتقد دي سهلة قوي اهو، هو كده باين اصلا ان الاثنين بيحصل لهم انترسكت فين؟ عند الستيت لاين اللي اسمه A B، يعني هنختار لتر B. في الثالث بيسأل على البلين ADB اللي هو دوت يا شباب، ركزوا معايا الله يخليكم، اللي هو البلين دوت، والبلين الثاني اللي هو اسمه BC اللي هو دوت، C داش B داش اللي هو الحيطة الجانبية ديت. طبعا خد بالك من حاجة، بوينت B موجودة على الحيطة الجانبية اللي هي BC C داش B داش، وبوينت D برضو دي نقطة من النقط الموجودة على الحيطة الجانبية، يعني اصلا البي دي دوت اصلا ده موجود على البلين اللي هو الحيطه، يبقى الترينجل والريكتانجل بيتقطعوا فين او بيتقابلوا فين؟ في اللاين اللي اسمه بي دي، يعني نختار مع بعض لتر سي. في الفورس بيسال على الانجل بي دي بي داش، بي دي بي داش، ركز بقى معايا. طبعا احنا عارفين ان بي سي سي داش بي داش ريكتانجل، يعني اكيد مهما كان حتى وهو ثلاثي الابعاد مش باين قوي، احنا عارفين ان انجل سي داش ديت ب 90 وانجل سي ب 90، لان جميع الانجلز اللي جوه الريكتانجل بكام؟ ب 90 ديجريز. هو قايل ان الاي بي ب 5 وقال لك ان كلهم كونجرنت، يبقى معنى كده ده 5 وده 5. قال لك ان الاي اي داش ب 10 وقال لك كلهم كونجرنت، يبقى ده كله بكام؟ ب 10. بس ما تنساش ان هو قال ان الدي في النص، يبقى دي 5 ودي 5، يبقى الدي سي داش ب 5 سنتيمتر والدي سي ب 5 سنتيمتر، يبقى معنى كده ان اللي فوق ايسوسلس رايت انجل تو انجل، يبقى الانجل دي 45، واللي تحت ايسوسلس رايت انجل تو انجل يبقى ب 45. دي كلها ستريت انجل ب 180، اعملها ماينس 45 45، تطلع الانجل هو طالبها بكام؟ ب 90، يبقى نختار لتر سي. بكده اصدقائي وحبايبي في كل مكان نكون خلصنا حل الاكسرسايز الخاص بليسون 1 في فرع السوليد. القاكم على خير في حلقه قادمه والى اللقاء.